اليوم بغيت نهضر لكم قبل ما نمشي للخطيره القطر، اشنو اللي خلى الفريق الوطني وصل للبلاصه اللي وصل ليها دابا اللي هي لو كارد فينال؟ دابور ما بغيتش نهضر على الاجتهاد وعلى التدريب وسيغتيمون عطى واحد الجهد اللي فوق من طاقتهم، ولكن اليوم بغيت نهضر لكم على وليد الركراكي اللي الى اوتيليزي واحد الاستراتيجيه اللي هي خطيره اللي سميتها ليفي بيغماليو. خليني نفسر لك شنو هو ليفي بيغماليو وكيفاش تقدر تستعملو انت مع من مع ولادك مع مراتك مع راجلك مع الناس اللي خدامين معاك، وكيفاش غادي تقدر تسوق انت وتتميز. ليفي بيغماليو شنو هو؟ الوغ معروفين لي زونيفرسيتي في امريكا بحال ارفا كريستونيان ديما كديروا عندهم دي سونتر دو ريشيرش اي ديفلوبمون باش كيحسنوا النيفو ديال التلاميذ ديالهم. دونك خداو واحد دي زيليف اللي هما عندهم لو ميم كوسيون انتيليكتوال داكور، و خداوهم وفرقهم على جوج ديال الاقسام. وخليني نقول لك اشنو داروا كوم استراتيجي. من موراها خداو اساتذه وقالوا لهم اجيو الله يخليكم هذا العام انتم عندكم عود، لاحظ عطيناكم واحد التلاميذ مساكن راه شوف اللي فيكم عيان ويلا فهموا هو داك، الا ما فهموش خاصكم تبقاو معاهم في المتابره حتى يمكن يفهموا، وشوف هذا العام بالضبط الا نجحوا هو داك ما نجحوش راه عطيناهم الاذن باش يسقطوا العام ولا قسم يدوزو فيه عامين ما كاين حتى شي مشكل، المهم غير سعفوا معاهم. مشاو عند الفئه الثانيه اللي هما الاساتذه الثانيين قالوا لهم ولا لا نتوما هاد العام قفرتوها ما عندكمش العطله وغادي تدخلوا خاصكم تكونوا في المستوى، حيت عطيناكم واحد التلاميذ احسن ما كاين في البلاد في الميريكان، هادو هما سي لي فيتور بريزيدون ديتا، هادو سي لي فيتور سي اي او، هادو سي لي فيتور بيلوت دو شاس، دونك فوزافي انتيغي تكونوا موجودين سينو راه غادي يديوكم مزيان. الوغ اشنو وقع؟ بوندون العام كامل الاساتذه اللي كان عندهم هذوك لي زيليف اللي عند بالهم ضاطعين كيقولوا شوف ماما غير بشويه عليك، ولا فهمتي مزيان ولا ما فهمتيش ما كاين باس، وتا الا زعما ما صيبتيهاش مزيان عندك الوقت حبيبه غير بشويش عليك بشويش عليك. ثانيين كانوا كيعطيوهم وجدوا لهم بروغرام قاصح النيفو طالع، وجدوا لهم دي زيكزارسيس واعرين، ولي كامل مساكين تبهضوا وتخلعوا، وكيجي الاستاذ كيقولوا ويلي هذا انت وحدتي فيه مين انت ان شاء الله ما شاء الله، قالوا لي انت غتكون بي دي جي قدي الدنيا وانت غادي تكون يمكن بيلوت دو شارج وانت يمكن غتكون هو لو فيتور بريزيدون ديال لي ستاتوني، مي هادي عندك كي والو الله يهديك غير حاول شويه ولا غادي تشوف ان شاء الله غادي لاباس. في نظركم في الاخر ديال العام بغيت نطرح عليكم سؤال، اشنو اللي وقع؟ في الاخر ديال العام خداو لي ميم زيليف وعاود داروا لهم لو ميم تيست، لو ميم تيست ديال لو كيو اي. تذكروا معايا في الاول ديال العام كان عندهم لو ميم تيست ديال لو كيو اي، على فان اشنو اللي وقع؟ حاجه غريبه، لي زيليف اللي اساتذه قلنا لهم راه عندكم دي زيليف مضاعفين لو كيو اي ديالهم هبط، لي زيليف اللي كان عندهم الاساتذه في بالهم راه سي دي جيني لو كيو اي ديالهم طلع. اي سي اكزاكتومون داكشي اللي دار وليد الركراكي ملي كانوا اللعابه كاملين كي شي حاجه كيزقلوها كتوقع، كيديروا غلط كتوقع، ما كيجيش يوبخهم بحال لا ماجوريتي ديال لي زوت كوتش سبورتيف، كيجي كيقولوا برافو برافو مزيان هادي مزيان كمل ما كاين باس عليها وما بونس وما بونس سي بيان سي بيان. الدعم مهم كيخلي الواحد في واحد الانرجيه عاليه وزوين. كاينشي كيقول لك اليوم ان واحد المثله مغربيه زوينه كتقول فين ما حطيتي راسك تلقاه، انا بغيت نقول لك اليوم فين ما حطيتي مرتك تلقاه، فين ما حطيتي راجلك تلقاه، فين ما حطيتي ولدك تلقاه، لو تي شيف دونتربريز فين ما حطيتي تي كولابوغاتور تلقاهم، حطيتيهم في الويل وفي الزف وفي البن وفي الحقره وفي الاهانه غتلقاهم، حطيتيهم في مرتبه اللي هي عاليه ديال شوف انت مزيان وعندك القدوه وعندك الثقه وانا تايق فيك غتلقاه. دونك المصير ديال حياتك بين يديك، ومصير اوسي ديال العلاقات ديالك لا كاليتي ديالهم حتى هو بين يديك. واللي بغيت نقول للفريق الوطني والوليد فرحتونا والله يفرحكم، انا غاديه خطاب واحد لينيرجي انكرويابل، اي جي لامبريسيون كو هاد لا كوب دي موند كنعيشها باسكو فيك بارتي دو مون ميتي لي هو دي كوتشينغ، دونك سي ان هيبر هيبر سوبر ميغا كونتنت.